صباح الخير يا عفا. صباح الخير عايزي. كيفك لليوم؟ تمام الحمد لله. صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية يلي صحيوا بكير وعم يتابعونا بحلقة جديدة وختامية لهيدا الأسبوع، ومنحس إنه الأيام عم تركض بسرعة، ونحن كبشر دائما بنكون مشغولين بهي الحياة، عم نركض، عنا أعمالنا، أشغالنا، عنا اهتماماتنا، أحلام كثيرة وأمور عم نسعى لحتى نحققها بهي الحياة، ولكن لازم دائما يمكن نتذكر انه العمر بيخلص بسرعه، ولازم نستغل ايام العطله وتكون فرصه لنا لحتى نقعد مع حالنا ونعطي نفسنا بريك اكيد، ونسعد حالنا باي شيء بسيط لحتى نطلع بالاسبوع الجديد بكل طاقه بكل حماس. يسعد صباحكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، ان شاء الله نهاركم يكون حلو ويحملكم كل الخير وراحه البال، وان شاء الله نهارك حلو يا عفا. نهار حلو لك هايدي، صباح الخير لجميع مشاهدينا اكيد من وين ما كنتوا عم تتابعونا، بدي اتمنى لكم صباح مليان خصوصا بهذا الجو البارد مليان بالدفى والخير والرضا. اليوم يمكن كثير من الاشخاص بفيقوا ما نو راضيين لا عن يومهم ولا عن امبارح وقلقانين بخصوص بكره. اليوم كل شيء علينا ممكن انه يخفف هي الحاله الرضا والقناعه، ولكن بنفس الوقت ممكن شيء حد شوي من طموحنا، لهيك لازم يكون في شويه عدم رضا لحتى دائما نكون عم نسعى للافضل ونستمر للوصول لطموحنا ان كان اليوم ولا بكره. صباح الخير عن جديد مشاهدينا، ومكملين اكيد فقراتنا معكم، ولكن فاصل صغير وبنرجع. اليوم 22 شباط، كثير من الأحداث شكلت بتتالية ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها بعام 1987 تأسيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية، بعام 2008 افتتاح شارع المعز في منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية، بعام 2017 علماء الفلك يعلنون أن نجم ترابسيت واحد يضم 7 كواكب خارج المجموعة الشمسية بعضها يدور في نطاقه الصالح للحياة. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من العام 1788 آرثر شوبنهاور فيلسوف ألماني، وبعام 1914 ريناتو دوليبيكو عالم إيطالي في مجال الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من العام 1988 ميخائيل نعيمة أديب وكاتب لبناني. صباح الخير عن جديد مشاهدينا بأولى فقراتنا لليوم، ورح نبدأها بالفقرة الطبية. واليوم بالحياة كتير ممكن نتعرض لحادثة بسيطة أو لعمليات جراحية أو جروح معينة، وهي الأمور ممكن تترك كتير من الندبات. اليوم هي الندبات ممكن تختلف أشكالها، ممكن تختفي مع الوقت وتكون بسيطة، أو ممكن مع الوقت تترك أثر كتير كبير، وإذا فينا نقول يا عفاف ممكن تترك كمان أثر سلبي ونفسي. تماما هايدي، ممكن حتى تترك اثر نفسي وايضا جسدي، هي الندبات ممكن تطول وتضل مده طويله بجسم الشخص. شو هي الاسباب لبقاء هي الندبه وشو هي الاثار يلي ممكن تظهر على الجلد ان كانت ندبه لحالها طلعت او اثر عمليه او حادث؟ كل هي التفاصيل رح نتعرف عليها اليوم مع الدكتوره وهيبه ويليام سليمان اختصاصية امراض جلدية. يسعد صباحك وسهلا فيكي. يسعد صباحك دكتورة، اهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم بصراحة اي شخص فينا ممكن يتعرض لهيك موضوع، ممكن يتعرض لجروح او حروق او نتيجة اي عمل جراحي هو اجراه خلال حياته، بصير عندنا شيء اسمه الندبة. نحن اليوم حابين نتعرف من حضرتك شو بنقصد بالندبة، كيف بتتشكل، ونتعرف اكثر على الاسباب.
هلا الندبات هي عبارة عن تفرق اتصال بالجلد نتيجة مثل ما تفضلتوا ممكن جرح ممكن حرق ممكن كتير. الندبات الشائعة اللي بنشوفها هي ندبات حب الشباب نتيجة انه المريض ما تعالج بالوقت المناسب، صار يلعب بالحب ما اخذ العلاج المناسب، سمع انه لا حب الشباب بيروح لحاله الاهل انه ما في داعي لعلاجه، في ادوية ما بيرضوا ياخذوها الاهل انه ما بيصير تتاخد، فبيصير عنا ندبات، ومتى ما صارت الندبات خلص ما في شيء بيروحها للاخير. لذلك نحن هون فرصة انه نحكي للمشاهدين انه دائما حب الشباب لازم يتعالج اول ما يطلع، لانه مثل ما انه اكبر سبب للندبات ممكن علاج بسيط ما نحتاج لغير ادوية موضوعية، وممكن علاج بالطريق العام خاصة وقت يكون عندنا قصة وراثية، عم تجي البنت مع امها كله وشها محفر وبتقولنا لا ما بدنا ناخذ الدواء الفلاني مثلا فيتامين آل حامضي اللي هو كثير بيمنع تشكل الندبات، فدائما وقت يكون في عندنا قصة وراثية لازم نبكر بالعلاج. طبعا الندبات ممكن بحب الشباب، ممكن ندبات بعد جدري المي الحماق بنقول له ابو قريوم بالعامية، ممكن يصير اي جرح الاولاد اللي بيتخانقوا مع بعض، الضفر يعني خدش الضفر بيضل معلم وهي علامة فارقة، يعني حتى بكثير من الكليات العسكرية ما بيقبلوا المريض اللي عنده ندبة، ما هي ما رح تروح للأخير، فنحن دائما نفضل الوقاية قبل انه ما تصير، مثلا اي حرق نعالجه بشكل مضبوط دغري، الحرق مثلا انه سواء كان حرق مي سخنة سواء حرق الشمس كله لازم يتعالج، الجرح لازم يتعالج كمان دغري عند الطبيب الأخصائي، ما نحط القهوة عليه والدبس البندورة وما بعرف شو، في كتير شغلات انه لازم الوقاية اهم، لانه متى ما وصلنا للذكار بدها تصير الندبة وما عاد في علاج. الندبة ممكن تصير عنا ليش عم تصير؟ لانه الجلد عم يدافع عن نفسه، صار هالجرح او الحرق او الحبة اللي احطناها، فبتصير من الجسم تجي الخلايا مصورات الليف بدها تحاول انه تسكر الجرح، فهالتسكير ممكن يكون تسكير جيد وخاصة اذا الطبيب شاف الجرح، وممكن لا يصير حنا حتى كمان الجسم له تأثير، في ناس انه بتجي هالخلايا اللي بدها ترمم هالجرح بشكل كتير كبير فبصير محل الجرح بيرتفع من الا الندبة مفرطة التصنع تمام. وحتى ممكن تصير جدرة من الا فهي بترتفع عن سطح الجلد، واكيد كل ما عالجنا باكرا بيكون افضل بكتير. طيب خلينا دكتورة ننتقل معك على الندبات العنيدة اللي بتكون أو بتضل لفترة طويلة، إن كان شو ما كان سببها يمكن بيختلف طريقة العلاج عن السبب، إن كان حب شباب أو حرق أو جرح، هون كيف نحن ممكن نتعامل؟ يعني هلأ في طرق حديثة خلينا نقول، خلينا شوي يعني نبسط الموضوع، كيف ممكن نتعامل مع هي الندبات العنيدة خلينا نقول إن كان بالوش أو بالجسم؟ هلا الندبات يعني مثل ما قلنا انه تروح على الاخير صعب، وكثير هلا هم نوع على السوشيال ميديا اللي بيحطوا مين ما كان ازاله ندبات حب الشباب طبعا. ازاله الندبات نطلب من العالم انه لا تتبعوا هيك شيء، لانه بتروحوا فرصه العلاج خاصه بالفتره الاولى للندبات، خاصه كمان في عندنا الندبات اللي بتصير وقت الحمل، بصير عندنا تفرق اتصال فزر الحمليه هي كمان، فممكن تغري نعالجها مبكرا. العلاج ممكن اذا كان لسه حمراء الندبه اولا ممكن نستعمل ليزر، الليزرات اللي بتأثر على الأوعية، في عنا كذا نوع ليزر، والليزر طبعا هو أحدث شيء، وفي عنا ليزر متى ما صارت بيضة كمان في عنا ليزرات تانية من إلا أنه بتقشط هي الجلد بتحرد أنه يصير تجدد الكولاجين بقدر الإمكان ترمم هالندبة، فعنا نحن ممكن نحط كريمات موضوعية بس تأثيرها كتير خفيف، افضل شيء هو الليزر، وممكن نشارك احيانا بحقن البلازما، ممكن حقن اذا ندبه كثير ضموريه النسيج الشحمي، النسيج الشحمي هو في خلايا جذعيه فهو كثير ممكن يساعدنا انه وقت نستعمله اذا في ندبه ضموريه كبيره، انه هو كمان غير انه هو بيعبي محلها كمان هو بيحرض الجلد على تسكير هالندبه وتحسينها قدر الامكان. تمام، خلينا نتبحر اكثر بالموضوع ونعرف اليوم الندبات اكيد في لها انواع عديده، خلينا نوضح للمشاهدين هدين شوية أنواع الندبات كيف بيتم التعامل مع كل نوع. هلا مثل ما قلنا أول شيء ندبات حب الشباب، ممكن ندبات حب الشباب تكون مثل ندبات تنقر الثلج، تكون كثير عميقه لجوا، ممكن تكون بشكل مستطيل، ممكن تساوي لنا تطلع عن سطح الجلد من إلا انه
تساوي لنا جدرات. نفس الشيء مثل ما حكينا كمان الحروق كله ممكن يصير ندبات، بدنا نتعامل معه انه نحن نحاول وقايه قدر الامكان. يعني اذا عندنا حرق دغري مثلا، اي طفل تعرض لحرق وقعت المي السخنه عليه دغري على المي الجاريه، معلش دغري انه يغسل قدر الامكان، يبرد المنطقه اللي بين ما نشوف الطبيب. لو مثلا ضلينا ربع ساعه نغسل هالحرق حتى الجرح لو بالمي، اذا ما عندنا معقم دغري نحاول دغري انه في عندنا ضمادات لاصقه، انه في حتى انه مثل بيسكر الجرح بحيث انه ما في داعي للقطب. بس طبعا كله لازم انه الطبيب يشوفه، ومثل ما قلنا يعني دائما متى ما صارت الندبه ما في انه علاج نهائي لها، نحن بنحاول انه نحسنها. في عندنا الليزرات، الليزر هو عباره كذا نوع عندنا الليزر، الليزر هو علاج كثير جيد لكثير من الامراض، وهو بياثر عندنا نحن اكثر ليزر، ممكن الليزر ناخذه اللي بياثر على الاوعيه تكون عندنا اللون الاحمر، وفي عندنا الليزر الفراكشنال ليزر، هذا اللي بياثر بيقشط الجلد فبيحرض من جوا تشكل الكولاجين ويساوي لنا تحسن بمنظر الندبه. ممكن يخفي على الاخر ولا الاخر الاخر حسب، يعني انه ممكن ما تعود تبين، بس انه الاخر الاخر لا. مشان هيك احنا بنقول انه في كثير اللي بدهم يروحوا على الكليات العسكريه مثلا بيجوا لعنا انه بدهم دغري يشيلوها انه عندهم فحص بعد اسبوع، لا هي جلسات بدها تصير خلال اشهر ممكن سنه فليحسنها. مثل الوشم يعني نفس الشيء، كمان الوشم وقت يتساوى اذا بدنا نشيله كمان ممكن محله يترك ندبه، ف كله بده علاج بس فترة طويلة وبيحسن، ما بفي شيء بيروحه. فأهم شيء الوقاية، نحاول إنه ما يصير عنا هالندبات. طيب دكتورة خلينا نحكي عن الندبات العنيدة اللي بتكون بالوش أوقات ونافرة لبرا وعاملة يعني ما تعالجت بوقتها هي، وعاملة أذى نفسي يعني أكثر لصاحبها. كيف ممكن نتعامل بهي الحالة؟ يعني حتى أنا ممكن إذا مر عليها فترة طويلة ما نستفيد شيء ولا لسه من لا هو اكيد بنستفيد بوجود مثل ما قلنا اجهزه الايربيوم سي او 2 الاجهزه الحديثه تبع الليزر اكيد بتحسن. كمان نلفت نظر انه في عندنا بعد العمليات ممكن يصير تنخر، هلا في مرضى بيجوا بيكونوا عاملين عمليه انحراف وتيره عمليه تجميل الانف، مع انه الجرح مو من برا، حطوا هالضماد فمن بفكوا الضماد بنلاقي تنخر واسع، صار اسوداد محل المنطقه، هذا كله بده يصير ندبه مشويه. ومثل ما تفضلتي يعني النفسيه كثير بتاثر، يعني المريض بيعود ما بيطلع لبرا، نفس مرضى حب الشباب الندبات اللي بتصير عندهم. ففي احيانا تكون ندبات ضخاميه نحتاج انه نحقن فيها كورتيزون، في ممكن نحقن مواد ثانيه بالاضافه لتسويه الجلد عن طريق الليزر. تمام دكتوره، خلال حديثك عم تذكري عن العلاجات اليوم لحتى نعالج هي الندبات، في شيء عنا اسمه الليزر، خلينا نوضح شو هي استطبابات الليزر بهذا المجال. هلا الليزر هو يعني افضل علاج بالنسبه للندبات وحتى بكثير من الامراض، والليزر امن. يعني نحن الليزر هو عباره هو جزء من الاشعه بالحقل الكهرومغناطيسي، الاشعه الغير مؤينه، فيعني هذا ما بضر. لو انا سويت 10 جلسات و20 جلسه ما بياثر، هو ما نوع مثل الاشعه السينيه، الاشعه هذيك المؤينه هو الاشعه غير مؤينه، فهو مثل ضوء البسيط، بس هو بيجي بحزمه واحده، بتجي هالحزمه متوازيه عم تفوت على نفس العمق، عم تعطي تاثير على الهدف، فهو الهدف ممكن يكون هو اللون الاحمر، ممكن اللون الاسود الليزر وقت نعالج، والامراض الثانيه الوحمات الصباغيه او حتى الوشم، وممكن يكون اللون الاحمر بال يعني بالوحمات الوعائيه بنشوفه. والليزر اللي بنستخدمه اكثر شيء بالندبات هو الليزر الفراكشنال ليزر، وهو الفراكشنال هو الليزر العادي بطول موجه مثل ما قلنا محدده تماما، فما بيأذي، بس اكيد بده يكون عند الطبيب، لانه وقت ما يستخدم عند الطبيب كثير استعماله عم يكون خاطئ. الليزر لازم يكون الجلد نظيف 100% حتى ما تنعكس الاشعه، لازم نحن بدي الاشعه المنتصه توصل للهدف. بتتبعثر الاشعه كمان انه اذا ما العدسه كانت عموديه على سطح الجلد كمان بيصير عندنا انطلاق ابخره، ممكن حتى جراثيم انه والفيروسات تنتقل نتيجه هالليزر. فهذا اللي كثير عم نشوفه بالمراكز الطبيه، معلش مو الطبيه عفوا، المراكز اللي هلا فاتحه، فحتى ازاله الشعر معلي بننوه على الموضوع انه كثير من الصبايا عم يساووا ازاله اشعار بالمراكز، لا بيكون فيها تعقيم
بتكون العدسه دغري عم تكون على تماس على سطح الجلد بالنسبه للشعر، فكثير من الامراض ممكن تنتقل لسواء للمريض، ممكن تقليل تناسليه عم نشوفها كثير عند الصبايا الصغار، وحتى وقت يكون ما نو حاطط وقايه اللي عم يستعمل الليزر ممكن تنعكس الابخره ويصير عندنا افات فيروسيه. لو طلعنا شوي عن الموضوع، بس نحن بنحب مشان دائما كل عملنا يكون عند الطبيب، ما نلحق السوشيال ميديا، لا نلحق دعايات المراكز، لانه في كثير امراض عم تنتقل عن طريق هالمراكز. وحتى علاج الندبات في حالات كثير وقت عم يستخدم ليزر غلط، حتى ما بيكون ليزر خصوصي لهالحالة، بيصير عندنا الندبة بتصير أكثر وأصعب علاجها كثير. يعني بيتفاقم الوضع ونكون بحالة بنصير بحالة ثانية. طيب خلينا نعرف منك دكتورة، اليوم أنواع الندبات كلها بتتعالج بالليزر ولا في أنواع ندبات ممكن نحن نعالجها بطرق بسيطة أو بالأدوية أو هلا يعني إذا ندبة صغيرة ممكن نحط كريمات فيها سيليكون، ممكن ضمادات السيليكون بتحسن شوي. ممكن قلنا اذا الندبه مرتفعه بدنا نساوي حقن ابر فيها لتصير على سطح الجلد، كثير هدول بنشوفهم عند مناطق محدده. هو كمان في استعداد، في ناس بيصير عندهم اي جدرات، في ناس لا بيساووا عمليات القلب المفتوح، منطقه الصدر منطقه شائعه كثير، الاذن محل ما بنحط الحلقات ممكن تلاقي كثير عقيدات، فهي الليزر بيساعد. مو بس الليزر، ممكن مع الليزر نحقن الكورتيزون ومواد ثانيه، وحتى مثل ما قلنا البلازما والنسيج الشحمي اللي فيه خلايا جذعيه، هالخلايا بتخلي انه تحرض تشكل كولاجين جديد قدر الامكان يحسن هالندبه، ومثل ما قلنا ما في شيء نهائي 100%. اكيد. طيب اليوم دكتوره شو هي التطورات يلي طرقت على العلاج بالليزر؟ ايمت ممكن نلجا لها؟ في اعمار معينه اليوم بحق لهم انه يلجؤوا لهيدا النوع من العلاج؟ مثل ما قلنا الليزر هو اذا كان بيد الطبيب هو ما له مؤذي ابدا، وقد ما استخدمنا يعني علاجات انه جلسات علاجيه ما بيأثر. فنحن الاطفال اذا عنده طفل ندبه عميقه على وشه، هذا بدي عالجه هو وطفل، ممكن نحط تخدير موضعي نساعد، لانه هي كثير بتاثر على نفسيته. فمعلش لو اضطرينا ممكن نساوي نحن جلسه كل شهر، فكتير ضروري مشان ما يصير تنمر من قبل رفقاته. فالليزر ما هو مؤذي ابدا، بنرجع نقول بيد الطبيب سواء بكل انواعه. الليزر هو عباره عن طول موجه، يعني كل جهاز بيكون جهاز طويل عريض بيعطي طول موجه واحد، فطول الموجه بياثر على الهدف بس، فما راح ياذي. ومثل ما قلنا هي اشعه غير مؤينه، فممكن نستخدم جلسات كثير بعلاج طويل مرهق، فهو الوقاية أفضل شيء. بس طبعا أكيد بده يصير عندنا ندبات وجروحة، فلازم نعالجها عند الطبيب وما نعتمد أبدا شو استعملت جارتنا ورفيقتنا للندبات. اليوم ممكن يعني أنا أي شخص يصحى الصبح مثلا او باي وقت مفاجئ يلاقي عنده ندبه بجسمه مفاجئه او بوشه نتيجه مرض او جلدي؟ هلا في حالات امراض جلديه ضمور جلد وكذا، بس طبعا نادره، وهي ممكن انه الواحد ما يكون حاسس عليها ولا في رد وطلعت عنده ضمورات الجلد، هي بحث واسع. بس انه هيك يطلع لا، بيكون في عندنا جرح حتى بعد العمليات الجراحيه، بعد حب الشباب مثل ما قلنا، بعد الوشم، بعد الحروق الشمس، اما يطلع دغري الندبه لا، فممكن يكون سبب اول بعدين الندبه. تمام دكتوره. كثير من الاشخاص لما يصير عندهم جرح او حروق بيلجؤوا للعلاجات الاوليه يمكن بالبيت، بيقولوا لك في ممكن نحط بن، ممكن نحط معجون اسنان وهي الامور. طيب هي الشغلات هل هي فعلا صحيحه وصحيه؟ لا اكيد ما انا صحيحه، ممكن بالعكس ممكن خلينا نوضح هذه الحاله. ممكن يصير عندنا التهابات جرثوميه نتيجه المواد اللي انحطت، ممكن تفوت هالمواد ويصير عندنا ممكن له حبيبوم جسم اجنبي، جسم بيرتكس له وبيصير عندنا جدرات اكثر، بيصير عندنا تشكل مثل عقيدات محله، والالتهابات كثير. فهذا معجون الاسنان، دبس البندورة، البندورة كله، القهوه كله ما بيفيد بنوب. مثل ما قلنا ما عندنا اي معقم بيت، ما عليه المي الحنفيه ما عليه نغسله لبين ما نوصل للطبيب او نحط معقم ونشوف شو الحاله. شو ما كانت درجه الحرق دكتوره، يعني ممكن تكون درجة أولى وثانية أو ثالثة، شو ما كانت نحن فورا بنحط مي؟ الحرق إيه أكيد أول شيء هو المي، يعني ممكن إنه لبين ما نوصل للطبيب أو نتصل، يعني ما علينا نخليها لو 10 دقائق ربع ساعة لبين ما نقدر نحصل على العناية الطبية. المي أهم شيء. طيب المي الحنفية العادية مو نحط ثلج، بالعكس إذا حطينا ثلج بالعكس ممكن يصير تموت أكثر. هي المعلومة اللي بيختلف عليها كثير من الأشخاص إنه تضميد الحرق
لفه وتغطيته، هاي هذا الشيء صح ولا لازم؟ هلا حسب المحل، يعني مثلا جروح الوجه او الحروق تبع الوجه هي منطقه كثير فيها توعيه بتطيب بسرعه اكثر، فما في داعي ابدا لتغطيتها. الاماكن المكشوفه لا معلش تضل، بس اماكن ممكن تكون معرضه انه بده يلبس الواحد وكذا لا بدنا نعقمها ونحط مراهم وما تلزق الشاشه عليهم، فهدون ممكن انه نسوي لهم ضمادات وحسب درجه الحرق، يعني الدرجه الاولى والدرجه الثانيه السطحيه لا يفضل انه اكيد لا، الدرجة الثالثة أكيد هي بدها مشفى وممكن نحتاجات للضمادات تحت إشراف الطبي. تمام دكتورة، بالختام وسريعا خلينا نعطي نصائح أخيرة من حضرتك. مثل ما قلنا ما نلحق أبدا شو استعملوا رفقاتنا جيراننا السوشيال ميديا، لا كل جرح وكل حرق لازم فورا العلاج عند الطبيب، لأنه متى ما صارت الندبة مثل ما قلنا ما في حل نهائي. فدائما كمان حب الشباب ما يلعب فيه، أهم شيء نحن بنقول للصبايا أنه لا تلعبوا بالحب، لأنه إذا صار الندبات يعني بتصير مشكلة، مو بس أنه كجمالية بتصير مشكلة نفسية، البنت ما بتقعد بتروح على المدرسة لا بتروح على الجامعة، والعلاج طويل بانه انه بساعه وبيوم وبيومين وبشهر وبشهرين، لا بدنا فتره علاج طويله. وحتى العلاج وقت نساوي مثلا جلسه ليزر في عندنا فتره الداون تايم انه بده يبقى المريض بالبيت ما يطلع ما يتعرض للشمس، حتى ما يصير عندنا ممكن يصير عندنا فرط تصبغ بعد العلاج بالليزر، وخاصه وقت ما يكون بايدي خبيره وبالليزر المناسب للعلاج. اكيد بالختام بدنا نتمنى السلامه للجميع والله يبعد عنكم كل الندبات والحلوه. شكرا لك دكتوره وهبه سليمان اختصاصيه جلديه، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك دكتوره نورتينا. اما هلا هايدي رح ننتقل سوا لفقرتنا القانونيه واللي خصصناها لحتى نحكي فيها عن الاشخاص يلي بيوقعوا ضحيه التزوير، وكثير من الاشخاص من خلال المعاملات والمعاملات اليوميه ممكن يتعرضوا للتزوير، ان كان بيع شراء سندات اللي كانت هي ممكن كتير يجهلوا بعض الضوابط اللي ممكن هي تكون رادع لهذا الجرم، وحتى الجاني بهي القضية ممكن هو يكون بيجهل كمان الروادع والعقوبات لهذا الجرم، وكتير من الأشخاص بصير عندهم جهلة وعدم مسؤولية ممكن يوقعوا على أي شيء بدون ما ينتبهوا لطرق التزوير يلي اليوم صارت جدا محترفة، ممكن صعب شوي لحتى حدا يقفشها. أكيد يا عفاف، هاي الأمور عم تحصل معنا اليوم بالحياة في تفاصيل حياتنا اليومية. اليوم مشاهدينا التزوير كجرم كيف تعامل معه القانون السوري، وهل في أنواع اليوم من هذا الجرم، بالتالي شو هي العقوبات الموجودة؟ خلونا نتابع تفاصيل أكثر مع ضيفتنا اللي صارت ضمن الاستوديو الأستاذة المحامية رنا ديب. يسعد صباحك أستاذة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أستاذة. صباح الخير عفاف. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. خلينا نتعرف من حضرتك أستاذة اليوم كيف القانون السوري عرف جرم التزوير. نعم هلا جرم التزوير هو جرم جنائي افرد له المشرع السوري في قانون العقوبات العديد من المواد، مثل ما تفضلت وذكرت بالمقدمه انه تعريفه عقوباته انواعه كيف الشخص بيكون ضحيه للتزوير وشو لازم يعمل لحتى ما يقع ضحيه للتزوير. بدايه خليني اعرف التزوير كما جاء في نص الماده القانونيه. التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقه على صكوك ومستندات بيانات ووقائع بطرق عديدة، ولكن هذا هو التعريف وهو تحريف للحقيقة. فتحريف للحقيقة شو معناته؟ أي شيء كان مراد به شيء معين وتم تغييره من شيء إلى شيء آخر، من كلام إلى كلام آخر، على صك، على ورقة، على مستند، فهو تزوير. التزوير لحتى يكون يعني في هو داخل ضمن هذا التعريف أو ضمن هي العقوبات اللي أفرد القانون، بده يحقق شروط معينة من خلال التعريف المستنتجه. تحريف حقيقة يعني تغيير وقائع على صكوك أو بيانات كان مطلوب إثباتها، فالتزوير اللي بالقول والكلام مو معتد فيه قانونا، يعني بالحكي انا حكيت شيء ورجعت زورت هذا الكلام، هذا ما هو تزوير، هذا ممكن تقولي شهاده زور في مثلا، ممكن تقولي جريمه ثانيه. التزوير بده يكون في عندي ورق، بده يكون في عندي مستندات، هي المستندات ممكن تكون مستندات رسميه وممكن تكون مستندات عاديه، بيختلف في التوصيف، تختلف العقوبه اذا كانت عاديه ولا اذا كانت رسميه. على شيء مراد اثباته، يعني لنعطي مثال عملي، لنفترض ورقة مكتوبة بين شخصين دائن ومدين، هاي الورقة مراد فيها المراد إثباته أنه هذا الشخص له حق على الشخص الآخر على المدين بمبلغ معين، هاي الورقة هي اللي صار فيها فعل التزوير. إذن هو حرف على ورق شيء مراد بيان مستند مراد إثباته،
هذا هو التزوير مثل ما قلتوا انه شو تعريف التزوير. تمام استاذه، طب خلينا نتوسع اكثر ونعرف من حضرتك شو هي انواع التزوير وشو هو الفرق بيناتهم. نعم، هلا بالقانون يعني اجى تعريف انواع التزوير انه في عندنا خلينا نقول محورين اساسيين، في تزوير مادي وفي تزوير معنوي. شو المقصود بالتزوير المادي وشو المقصود بالتزوير المعنوي؟ التزوير المادي من كلمة مادي يعني شيء محسوس وملموس. مثال، عندي ورقة رسمية أو غير رسمية، فعل التزوير كان بإضافة شيء ما كان لازم ينضاف، بحذف شيء ما كان لازم ينحذف، بشيء نحن بنسميه بالقانون عملية الحك، يعني بي 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 بيساوي حك على هاي المستند أو هاي الورقة تحديث. فبيطمس شيء من الحقيقة، بيستعمل كوركتر مثلا، بيغير من في شيء اسمه تحشية، يعني النص مكتوب بصيغة معينة، بيجي الشخص المزور بيعمل تحشية، بيكتب بينات الكلام كلام تاني، بيقلب الواقع تماما، بيغير أرقام، بيغير الفحوى اللي موجود ضمن هاي المنطقة، ضمن هاي المستند أو هاي البيان أو هاي الورقة أو هذا العقد، لأنه هو كتير شغلات بيقع عليه التزوير من الأوراق. فهذا تزوير مادي لأنه تزوير فعل معين غير بشكل محسوس. هذا النوع من التزوير سهل كشفه، يعني لأنه أنت بيكون عندك مستند معين مبين أحيانا بالخبرة، خاصة هلأ يعني في أمور عم تتطور حتى الخبرات الفنية وهدول، فبتلاقي أنه لا انكشف. النوع الثاني من التزوير هو التزوير المعنوي، اللي هو ما انه زاد او نقص او كتب شيء ضمن المستند، لا، مستند اساسي لنفترض موظف مطلوب منه يكتب وفق ما يمليه إرادة الطرفين، شخص مسؤول عن عقد معين اجى لعنده المتعاقدين باتفاق مع احد المتعاقدين بشيء معين لمصلحة معينة بده يزور، فالمتعاقدين عم يملوا عليه بشكل شفهي، هو عم يكتب شيء آخر، هو ما زور بشكل مادي، ما زاد ما نقص ما عمل شطب، ولكن كتب واقعة جديدة غير الواقع المراد إثباته. كانوا عم يقولوا له مثلا نحن بدنا نكتب عندك سند أمانة، لنفترض شخص بده يكتب سند أمانة لشخصين، قالوا له 10 ملايين ضاف صفر واحدة حتى غير اللي أملوه عليه فصارت 100 مليون. طب ما غير كتابة مثلا 100 مليون أو 10 ملايين، لنفترض أنه كتبه ما انتبهوا، هن كتب كتابة أنه مثلا هيك وما انتبهوا، فهذا تزوير معنوي لأنه هو غير واقعة من أساسها، يعني من الأصل النسخة الأصلية مزورة، مو أنه كان في شيء وضاف عليه أو زاد، هذا التزوير المعنوي. كاتب بالعدل مثلا أملوا عليه وكالة بأسماء معينة فكتب أسماء تانية ما انتبهوا فصار تزوير معنوي. هدول هن النوعين الأساسيين من التزوير، التزوير المادي والتزوير المعنوي. لذلك الانتباه كتير ضروري لما أنت بتروحي لأي مكان حتى لو موظف عام، مع أنه يعني يستبعد، ولكن إحنا عنا حتى العقوبة تشدد، راجع لما أمليت وكالة على شخص معين، راجع شو كتبت، شو كتب، هل هو فعلا أنت اللي حكيته اللي لقنته إياه؟ هذا النوع الثاني من التزوير اللي هو التزوير المعنوي. طيب اليوم استاذي إذا أنا عندي شيء مزور وعم استعمله من خلال جميع المجالات اللي كانت، شو يعني أنا عم استعمل شيء مزور وممكن أنا أتعاقب عليه إذا أنا كمان ما بعرف بقصة التزوير؟ تمام، هلا أول شيء شو معنات استعمال المزور؟ استعمال المزور مو الشخص اللي زور نفسه، شخص تاني استعمل هاي القصة، وكالة تزورت إجا واحد استعملها. هلأ إذا ما بيعرف بده يثبت حسن النية، وإذا بيعرف فهو عقوبته تماما كعقوبة المزور، يعني بيعتبروه شريك. إذا كانت عقوبة المزور جنحوية فهو عقوبته جنحوية، إذا كانت جنائية فهو عقوبته جنائية، 5 سنوات على الأقل بحالة جناية، فكمان نفسه تماما. أحيانا شو بيصير؟ بيقول لك أنا ما زورت، عمل وكالة لشخص آخر بس بشكل مزور، يعني شخص خارج البلد. رح أعطي مثال هيك يكون بسيط ينفهم. أكيد. شخص خارج البلد، راح حدا من الناس اللي موجودة بالبلد عمل وكالة باسمه، ماله خبر، يعني وكالة مزورة. هاي الوكالة المزورة هي ما استخدمت، يعني أو خلينا نقول اللي زورها راح استخرج منها أوراق حقيقية وليست مزورة، بناء على هاي الوكالة مثلا راح طلع لنفترض وثيقة معينة بالجامعة، لنفترض إخراج قيد. تخيلي الورق اللي استخرج من هاي الوكالة هو ورق سليم 100% ما مزور، ولكن هو مستند على
تزوير، فإذا كان الشخص بيعرف فهو استعمل مزور وبالتالي يحاسب كعقوبة الشخص اللي زور نفسه كشريك له بهذا الفعل، لأنه استعمال المزور خطورته على المجتمع تماما مثل خطورة المزور. لما أنت استخدمتي شيء مزور وبنيتي عليه حقيقة معينة هي بالأصل ما أنا موجودة أو واقعة معينة، فأنت ضريتي بأمن المجتمع، ضريتي بالشخص نفسه اللي زور، اللي حدا زور له حتى لو ما كنت، لو ما كان هو الشخص اللي استخدمه المزور نفسه، بس ضرر كبير على أمن المجتمع، على أمن الأفراد. وبالتالي ولهذا السبب خلى المشرع إنه عقوبة المزور نفسه عقوبة استخدام أو استعمال المزور، الشيء المزور. يعني إذا كان ما بيعرف بالتزوير كيف بده يثبت حسن نية؟ تمام. هلأ المفروض أولاً، هلأ القانون لا يحمي المغفلين مثل ما نستخدم الجملة العبارة الشائعة، يعني المفروض يكون عنده حذر بأنه يشوف أنه هاي الوكالة فعلاً منظمة. في عندنا شيء بالقانون بيقول لك البينة على من ادعى، أنت ادعيت أنك أنت حسن النية، بدك تثبت هالشيء. يعني كل يعني مشكلة هذا الجواب أنه مثلاً كل حالة إلى طريقة، يعني طيب هذا التوقيع هو أنت شفته للشخص وقع، كيف استخدمته، كيف تأكدت؟ يعني مثلاً رح أعطي مثال بوكالات السيارات، أحياناً بيعملوا وكالة وبيروحوا بيبيعوا السيارة وبيرجعوا بيبيعوها مرة تانية، فأنت صار عندك هون تزوير، يعني أنت بناء على وكالة مو صحيحة أو رحتي بعتيها مرة تانية. حتى الجهات المعنية أخذت إجراءات لتحمي الأفراد، مفروض هالأفراد تلتزم بهي الإجراءات وإلا بيكون هي الحق عليها 100%. صار في شيء عندنا اسمه مصادقة وكالة، يعني أنا لما بعمل وكالة لشخص ببيع سيارة معينة، هاي الوكالة بتروح نسخة منها على النقل، بصير في بتنوجد هاي النسخة على صحيفة السيارة نفسها، بحيث أنا لما بدي إجي أفرغ السيارة بموجب وكالة، سواء نفس الوكالة اللي عملتها أو وكالة تانية، بصير في عندنا عملية تدقيق بين الوكالة الموجودة على صحيفة السيارة وبين الوكالة اللي بحوزة الأشخاص. فلما أنا بروح بدي بيع سيارة، فرد مو نفس الشخص، بدي أفرق سيارة، أنا هاي الوكالة مزورة، أنا بدي روح طالب بمصادقة الوكالة لحتى أعرف أنه فعلا هاي الوكالة سليمة 100%، هي نفسها اللي موجودة على صحيفة السيارة. إذا أنا ما أخذت هذا الإجراء اللي هي الدولة يعني قررته، فأنا بكون أنا محاسب لأنه أنت يعني توانيت عن تطبيق القانون السليم أو القرار الصحيح اللي بيحمي وبيحمي الأشخاص الآخرين. تماماً. يعني أستاذة رنا عم تضوي على معلومات ونقاط كتير مهمة، ويمكن البعض ما يعرف هي التفاصيل. طيب خلينا نستفيد أكثر من حضرتك ونعرف، هل التوقيع على بياض يعتبر تزوير؟ توقيع على بياض لازم نحكي فيه بشكل تفصيلي. هلأ الشخص لما بيجي يوقع على بياض، هو ما حدا زور له، ما حدا جبره، ما حدا شال توقيعه وحط توقيع تاني، هو بالفعل توقيعه، وهو لما إجا وقع هو وقع على ورقة بياض. في اجتهاد لمحكمة النقد السورية بيقول إنه الشخص لما بيوقع على مستند على بياض فهو أو على خلينا إيه يعني هو خلينا نقول لأنه بيكون في مبالغ على الأغلب بالتوقيع على بياض، فهو ضمنيا رضي بأي مبلغ بينحط بهذا المستند، بأي مبلغ، لأنه هو لما وقع على بياض، رغم أني أنا ما بنصح أي شخص أنه يوقع على بياض، بس أنا ما فيني اعتد بجرم التزوير، لأنه قلنا التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة. وين التحريف؟ إذا هذا توقيعك عن جد، وإذا أنت لما وقعت كنت شايف أنه السند فاضي وأنه على بياض، فهذا اجتهاد لمحكمة النقد. ولكن بالمقابل لما بيكون في عنا تحريف بالوقائع اللي داخل المستند، بمضمون المستند مو بالتوقيع، توقيع ما فيني أقول إنه هذا التوقيع مزور، فأنا خرجت عن هذا الجرم، إنه جرم التوقيع المزور ما في عندي هيك شيء. فيني اشتكي بناحية تانية إنه مضمون السند كان في شهود إنه نحن متفقين على مضمون معين للسند، على موضوع معين، لما انكتب بعدين انكتب بغير الطريقة اللي أنا أردت فيها، فيني اعتد هون. فالمحكمة بتنظر بموضوع السند الموقع على بياض بمضمونه، ولا تنظر إلى التوقيع على أنه مزور، لأنه هو فعلا توقيع الشخص اللي وقع، ما في حدا زوره ولا حدا جبره على التوقيع. واليوم فهذا بالنسبة كمان للتوقيع على بياض في تحليل الخبرة، يعني ممكن بسهولة نعرف أنه هذا طبعا التوقيع بالنسبة للتوقيع ما مزور. طيب طبعاً. إذا أنا وقعت على ورقة فاضية وبعد فترة ممكن تكون طويلة أو حتى قصيرة انكتب شيء غير المتفق عليه، أو إذا فاضية ما في شيء متفق عليه، خلينا نقول ما بينعرف هون من تحليل الحبر إذا هاد مثلا توقيع قديم وحبر الاتفاق جديد، ما ممكن إنه تحمي الشخص يلي وقع؟
ما انت وقت وقع الشخص على بياض ما قال لهم المده، يعني ما هو بالنتيجه توقيعه لو صار في فرق بالتواريخ. تمام. برجع بقول انه كصحه توقيع ما فيني اتهمه، ما فيني ادعي بالتزوير. يعني برجع باكد على هي الفكره، حتى لو في فرق بالزمن كتوقيع، وانت قلتي انه الخبره بتلعب دور، ما فيني اصلا، هو توقيعه ما نكر، يعني هو توقيعه، هو عنده مشكله باللي انكتب. اذا كان في شهود على الاتفاق اللي صار بناء عليه التوقيع على بياض، واثبت هو انه هذا الاتفاق يخالف اللي انكتب، فانا بعتد بموضوع العقد او موضوع المستند، وما بقدر اقول انه التوقيع مزور. اما اذا كان نفس التوقيع فهون انا ما في قدامي جريمه. طيب لذلك يعني بنحذر، بنرجع بنقول انه التوقيع على بياض، لانه بصير هي الاشكاليات، والاثبات ما دائما بيكون بسهوله. طالما انه التزوير التوقيع سليم، ما في تزوير، يعني لو انه التزوير هو، لو التوقيع الشخص مزور اسهل، لانه بيروحوا على الخبره فبيقولوا انه هذا التوقيع مزور وانتهى. يعني اليوم ما بتنصحي اي شخص ما كانت الظروف انه يوقع على بياض؟ اكيد لا. تمام. طيب في حال كان التزوير من قبل الموظف، هل ممكن تكون العقوبه نفسها او ما بتفرق؟ خلينا نوضح الموضوع. أكيد لا، الموظف العام هو شخص مؤتمن من قبل الدولة على أملاك الناس، على عقود الناس، على إرادتهم وحقوقهم. لذلك لما أنت شخص عم تسلميه منصب أو مسؤولية معينة، فمن الطبيعي لما يرتكب خطأ، وخاصة إذا الموظف ارتكب عملية التزوير في معرض ممارسته لمهنته، أثناء ممارسته لعمله، فهون عقوبته بتتشدد. التزوير ممكن يكون إذا على ورق عادي، والشخص اللي ارتكبه شخص عادي ما هو موظف عام، فبتكون عقوبته جنحوية، يعني حد الأعلى مثلا 3 سنين. أما لما بيرتكب التزوير من قبل موظف عام مؤتمن من قبل الدولة والجهات المختصة، فأكيد أنا بروح على عقوبة جنائية الوصف. شو يعني عقوبة جنائية الوصف؟ يعني الحد الأدنى لإلى 5 سنين، يعني بيقول لك الحبس 5 سنوات على الأقل، أو أشغال شاقة 5 سنوات على الأقل. ليش؟ لأنه أنت أولاً لأنك شخص مؤتمن، فبالتالي أنت استغليت هي الأمانة وهذا المنصب وزورت. ثانياً لأنه الموظف سهل عليه يزور، بحكم أنه هو شغلته يزور ختم، يزور توقيع، بيزور فحوى مثلا، كاتب بالعدل، راحوا شخصين لعنده عم يعملوا وكاله، فكتب الوكاله بالاتفاق مع حدا، نتيجه طبعا هذا الحكي بينطبق على يمكن شريحه 1% خلينا نقول من الناس، بس هو موجود بالاخير وانا لازم سلط الضوء عليه، فكتبت شيء غير اراده الطرفين، لانك متفق على حدا مع حدا لتقبض شيء معين، فانت هون اكيد عقوبتك تشدد عن عقوبه الشخص العادي. هذا الفرق بين الموظف وال طيب خلينا ننتقل على الشخص العادي، ولا إن كانت شو ما كانت هي قصة التزوير، القانون السوري اليوم شو هي العقوبات اللي فرضها لجرم التزوير؟ برجع بقول إما يكون الشخص عادي والورق عادي، يعني عقد بين طرفين ما له موثق، ما له رسمي، وصار في عملية تزوير، فهو طبعا في عقوبة، وطبعا هي فيها حبس، ولكن عقوبة جنحوية لأنه شخص عادي، حد الأعلى 3 سنين. طبعا مع تعويض العطل والضرر اللي على الشخص المضرور، هذا وفق المسؤولية التقصيرية بأي عقد بأي شيء، كل ضرر سبب، كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم صاحبه بالتعويض. فنحن أمام مسؤولية يعني جزائية مثل ما بيقولوا، هي الحبس، ولكن جنحوية، وأمام تعويض مادي وغرامات محطوطة في القانون. ودائما بالقانون في تعديلات أستاذة رنا، خلينا نوضح، صار في تعديلات بهذا الموضوع أم لا لسه نفس العقوبات ونفس الإجراءات الموجودة؟ لا الحقيقة كقانون كمواد قانون عقوبات بموضوع التزوير ما صار في تعديلات، ولكن اللي صار وخاصة بالسنوات الأخيرة على حسب الأوضاع اللي مرينا فيها، اللي صار فيها يعني التزوير له أشكال مختلفة وأبواب يعني ما بتخطر على البال. صار عندنا شيء اسمه قرارات، هي القرارات أخذتها الجهات المعنية لتحمي أكثر قدر ممكن من المواطنين. رح أعطي مثال، مثل لما قلت إنه على موضوع الوكالة أو مصادقة الوكالة بالنسبة للسيارات، هي شغلة جديدة ما كانت قبل، ما كان في عندنا نسخة من الوكالة بتروح لمديرية النقل وبتنحفظ بصحيفة السيارة، هي من القرارات الجديدة. قرار الثاني مثلا، صاروا يشددوا كتير على موضوع الوكالة العامة، يعني كان سابقا لما كان الوضع يعني مستقر أكثر، الوكالة العامة معروفة إنه أي شيء بدك تعمليه بموجب الوكالة العامة بتبيعي وبتشتري وبتأجري، وأبدا إذا أنت معك وكالة عامة من شخص. اليوم صارت القضاة تشدد على موضوع الوكالة العامة، تطلب لما الوكالة العامة بده يكون فيها عمليات بيع وشراء لخطورة الموضوع، لخطورة البيع، تطلب يكتب على ما تكتفي بالوكالة العامة، يعني بتروحي لعند القاضي بتقولي له أنا معي وكالة عامة بدي بيع البيت لفلان، ما بيقبل، بلك بده يكون على الوكالة العامة مكتوب على الهامش إنه هاي الوكالة مخولة لصاحبها بعملية بيع العقار الفلاني، لأنه البيع عملية خطرة يمكن يبيعه لنفسه مثلا. فهي واحدة من الإجراءات. مثلا لما بيكون الشخص عندي كبير في السن،
كبير في السن تشدد وصاروا كمان هي شغلة جديدة لما هو بده يعمل وكالة صاروا ياخذوا بعين الاعتبار انه يا ترى هذا الشخص الكبير بالسن مضغوط عليه بطريقة معينة لأي مرحلة يعملوا له فحص طبي مثلا فحص لقدراته العقلية لقدراته الجسمانية تحت عمر معين أو فوق عمر معين ما بيقبلوا ينعمل وكالة من قبل هذا الشخص تحسبا لأنه حدا مثلا له طمع بورثة معينة أو بشيء معين يستغل كبير السن ليروح يعمل وكالة. هدول الإجراءات أو هدول القرارات الإدارية هي ما قانون هي قرارات ولكن بصراحة كفيلة نوعا ما انه تحمي الاخير الحذر وكمان بيحمي المواطنين اكيد. خلينا نوقف عند هاي النقطه بنهايه فقرتنا استاذه الحذر هون والتوعيه قد ما هم اليوم للاشخاص يمكن اللي عندهم كثير قصاص وبيتعاملوا كثير بهذا المجال كيف ممكن نحن نحميهم من انهم يتعرضوا او يصيروا ضحيه تزوير ويوقعوا بهذا الفخ او شو هي اكثر الحالات شيوعا ممكن تكون هي بالتزوير؟ تمام. هلا دائما لما بدي احمي شيء من التزوير بدي اخذ طرفين، الطرف الاول الدوله والجهات المعنيه وحكيت انا شو هي القرارات اللي اخذتها لتحمي، والطرف الثاني هو الشخص نفسه ليحمي نفسه. شو يعني حذر؟ يعني الدقه، يعني متابعه القرارات الجديده. غير انه متابعه القرارات الجديده، مثلا رح اعطي مثال على السريع، مثلا واحد بده يعمل عقد بيع لبيت، فعاده شو بيصير؟ بيروحوا لعند مكتب عقاري البائع والشاري، بينظموا عقد البيع عند المكتب العقاري وبيتركوا العقد عند المكتب وبيغادروا، لوقت ما يصير الفراغ بقى ممكن يكتشفوا انه هذا العقد تزور. طيب انت لما عم تروح تكتب عقد عند مكتب عقاري، ليش ما بتحتفظ بنسخه لإلك؟ ليش ما بتقرا؟ احيانا ما بيقروا حتى شو انكتب، يعني ما بيقرا الشخص انه شو المعلومات الموجوده بهذا العقد. دقق حتى لو قيمك عن عقد البيع، بدك تتعامل مع جهه رسميه، مع كاتب بالعدل، مع موظف عام عم تملي عليه وكاله معينه بامور معينه لشخص ما. خلص الكاتب بالعدل الكتابه، خذ الوكاله، ما فيها خساره، اقرا شو كتبت. يا ترى الشيء اللي انت امليته ولقنته للكاتب بالعدل هو نفسه اللي انكتب؟ بجوز يكون نتيجه خطا، ما راح نقول تزوير، أخطأ كاتب بالعدل وكتب معلومة غير معلومة، اسم الكنية مختلفة، هذا الحكي بيوقعك بمطبات لاحقا، أنت بغنى عنا. فكون حذر، دقق، تابع قرارات الجديدة اللي عم تطلع، ما تتعامل بالفطرة بموضوع له علاقة بمصالح مادية وبيوعات وعقود وديون، ما تعامل بالفطرة، تعامل بالقانون، دور على القانون، وهيك يعني أكثر ما يمكن بيقدر الإنسان يحمي حاله. أكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير الأستاذة المحامية رنا دييب، شكرا لك ولكل المعلومات القانونية اللي قدمتيها. شكرا لحضرتك. شكرا لك أستاذة، أهلا وسهلا فيك. أما هلا مشاهدينا رح ننتقل معكم لموضوع جدا مهم ونتابع تفاصيل عنه، واللي هو الخلافات الزوجية اللي بتحصل بين الأزواج وبتسبب عند الأطفال شرخ عاطفي وندبات نفسية كتير ممكن تأثر على مستقبله وعلى صحته الجسدية والنفسية كمان، وشو ممكن تأثر هي الندبات على الطفل. كتير من التفاصيل رح نتابعها ضمن هالتقرير والتقرير لزميلتنا سونيا نصر الله. الصحة النفسية هي الرفاه النفسي الذي يمكن أي شخص من مواجهة ضغوط الحياة، وهي تنشئ أفراد مستقرين وأسوياء. وكلما كان الأهل بصحة نفسية جيدة تمكنوا من إنشاء أطفال أصحاء نفسياً وسويين مجتمعياً. للخلافات بين الأزواج تأثير كبير على صحة الأبناء النفسية، ومن واجبهم تجاه أبنائهم توفير بيئة تربوية مناسبة لهم، فالخلافات بينهما تؤثر بشكل سلبي كبير على تطورهم النفسي والاجتماعي. من المستحيل أن تخلو المنازل من الخلافات، ولكن يجب مداراة الموضوع أمام الأطفال، فقبل أن يبدأ الخلاف بالتفاقم ويزداد الأمر سوءاً، يجب الابتعاد عن مرأى ومسمع أطفالنا حفاظاً على حالتهم النفسية، وعلى الزوجين التفكير ملياً قبل الإنجاب في حال شعورهما بعدم الحب تجاه بعضهما البعض أو في حال وجود مشاكل يومية وعدم انسجام. فالطفل مهما كان صغيراً هو مخلوق ذكي جداً، يفهم من نظرة العين ومن نبرة الصوت. ومن أهم الآثار النفسية السلبية على صحة أطفالنا اضطرابات العلاقات مع الأطفال، فبدلاً من شعورهم بالدفء والمودة يسود قلوبهم الخوف والتوتر الدائم، نشوء جو مرهق في المنزل. فهذه الخلافات تصيب الأطفال بإرهاق شديد يؤثر بشكل سلبي وكبير على معدلات نموهم وتطورهم. تراجع مستواهم الدراسي، من شأن الخلافات الزوجية أيضاً أن تضعف أداء أطفالنا المعرفي، فالطفل يشعر بصعوبة بالانتباه والتركيز من خلال المشاحنات الدائمة بين الوالدين.
قلة الثقة بالنفس والنظرة السلبية للحياة، فالأطفال الناشئين في منزل يعج بالمشاكل تنخفض ثقتهم بنفسهم، إضافة إلى السلوك العدائي واضطرابات الأكل. فيعاني الأطفال أيضاً من مشكلات سلوكية وبعض سلوكيات عدوانية، وتؤثر المشاكل الزوجية أيضاً على موضوع الأكل، فمن الممكن أن تسبب إما فقدان شهية أو شره مرضي، بالإضافة لمشكلات المعدة والصداع واضطرابات النوم. مهما كبرت الخلافات، علينا كآباء التعامل مع الخلاف بطرق إيجابية وعدم السماح لتدهور هذه الخلافات لتصل إلى صراخ وتبادل اتهامات، فهذا من شأنه أن يدمر أطفالنا ويحطم قلوبهم ويكسر أجنحتهم مدى الحياة. ومكملين بصباحنا معكم مشاهدينا، وإلى دير الزور وفي خطوة جديدة وهامة لثقل مهارات طلاب معهد النور للمكفوفين وتطويرها، تم افتتاح قاعة للحاسوب بالتعاون مع منظمة الإسعاف الدولي. أكيد منتابع تفاصيل أكثر بالمادة التالية مع المراسل إبراهيم الضلي. بالتعاون مع منظمة إسعاف أولي، تم افتتاح قاعة حاسوب ضمن معهد النور للمكفوفين بدير الزور. في إطار الدعم المستمر لمعهد النور للمكفوفين وبالتنسيق مع المنظمات الدولية اليونيسيف وإسعاف أولي، تم رفد هذا المعهد بمجموعة من الكمبيوترات بالإضافة لطابعة برايل، ومن أجل تطوير العمل وكذلك تأمين بعض الوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين. هذا مما يساهم في تنمية قدراتهم والتقدم إلى الأفضل. والمعهد الوحيد بالمنطقة الشرقية ومن أوائل المعاهد الموجودة بالمنطقة الشرقية، طبعا من سنة 60 موجود، وحاليا احنا كمجلس إدارة قام بالتعاون مع المنظمات، قمنا بافتتاح قاعة صفية، قاعة حاسوب للطلاب المكفوفين، واحنا بالإضافة كمجلس إدارة قام بالتعاون مع المنظمات السباقين دائما بالإمكانيات الجديدة، الطابعات أو الكمبيوترات أو الحواسيب اللي تخدم المكفوفين خاصة. طبعا قاعة معلوماتية خاصة بالمكفوفين تتضمن القاعة على 8 حواسيب، الحواسيب كلها مزودة ببرنامج ناطق خاص بالمكفوفين، مزودة بطابعة بريل من أجل طباعة المناهج الخاصة بالمكفوفين. طبعا الحواسيب هاي راح يتم تعليم الطلاب المكفوفين عليها قيادة الحاسوب بشكل جيد، حتى إن شاء الله راح نقدر إنه نعلم المكفوفين كل البرامج اللي تفيدهم وتخدمهم بالحياة إن شاء الله. معهد النور يعد من أقدم المعاهد في المنطقة الشرقية، والذي تخرج منه العديد من المكفوفين الذين تحصلوا على درجات علمية عالية. براهيم الظلي، الأخبارية السورية، دير الزور. صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وانتقلنا معكم لفقرتنا الأخيرة رح نحكي فيها عن الشباب اليوم يلي مختصين بسوق العمل ويلي بينموا هذا الشيء عندهم من خلال أكاديمية أو من خلال الجانب العملي يلي موجود بكل جامعة اليوم، وهذا الجانب يلي بيشكل مساحة كتير كبيرة للشباب بالمجال الأكاديمي ولمعايشة الواقع المهني للاختصاص. واليوم صرنا بزمن صار هذا الاختصاص والخبرة مطلب أساسي حتى يقدر الشخص يكون أكثر مهنية بسوق العمل. أكيد عفاف، موضوعنا اليوم بهم كل الصبايا والشباب يلي عم يتهيئوا لسوق العمل. لابد أنه الجانب النظري يكون مهم، ولكن الجانب العملي هو الأهم لحتى نطبق هاي المعلومات يلي تعلمناها على أرض الواقع. اليوم كيف نهيئ أنفسنا لسوق العمل؟ شو هي المهارات اللي لازم تكون موجودة عنا؟ وكيف ممكن نستثمر الجانب العملي بالاختصاص الجامعي بشكل مفيد؟ تفاصيل كثيرة ومهمة رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم الأستاذ سليم الكسم، مدرب تنمية بشرية. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك ونسعد صباحكم. صباح الخير أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نتعرف على أهمية الجانب العملي اللي ممكن اليوم ببداية الاختصاصات الجامعية شوية طلاب يتأففوا منه، خلينا نحكي عن أهمية هالشيء. هلا أول شغلة كتير سائع بين الكل إنه الجانب الأكاديمي أو غير الجانب المهني والجامعة غير سوق العمل. تمام. وكتير بيقول لك أنا تخرجت وبعدين بدهم خبرة. تمام. مين قال لك إنه الجامعة ما بتبني خبرة؟ تمام. هي أكثر
مشكلة بطريقة تفكير الطالب تجاه جامعته، تجاه التخصص تبعه. طبعا إذا جينا لكل الاختصاصات، وهلا حضرب أمثلة عن تخصصات، الفكرة الأساسية بالجامعة أنك تنجح بالاختصاص، مو بس أنك تأخذ شهادة. كتير بيقدموا موادهم، بيقدموا الجانب العملي، بيكون عندهم استاجات، بيكون عندهم مخابر، بيكون عندهم عملي. طيب بيقدموها كأنه هن بس لازم ينجحوا، بس لازم يتخرجوا ويجيبوا العلامة، بس ما بيقدموها على أنها هي خبرة وهي جزء من الخبرة. يعني كتير بتلاقي حتى طلاب مثلاً عم يدرسوا تسويق، طب مطلوب أنك بالتسويق أنك تكتب خطة تسويقية لمنتج معين. هي الخطة التسويقية بتعرف أنه هذا بالسوق حقه كتير مصاري، وهي خبرة حقيقية. الطالب للأسف أحيانا بيساوي، أحيانا مو بس هيك، بينزل على السوق بيشتري وحدة جاهزة شاني، أو بيحمل وحدة جاهزة من النت، بيعدل عليها شوي، بغير التنسيق وبيسلمها. أنت هون لو نجحت بالمادة ولو تخرجت ولو أخذت شهادة، أنت ما بتعرف يعني اختصاصك تماما. رح تتفاجأ بعدين لما تفوت على سوق العمل يقولوا لك أنت طيب وين خبرتك؟ مين قال إنه أنت ما كان في عندك خبرة؟ تمام. وكثير أشياء لازم تكون موثقها لما توصل على سوق العمل، أنت جاهز وبيكون عندك فرصة. أكثر من هيك، إذا كنت عم تشتغل صح على خبرتك واختصاصك بقلب سنوات الدراسة، عم تسوق حالك صح، أنت يمكن تلاقي فرصة عمل من السنة الأولى والثانية والثالثة. وكثير ناس أصلاً ما عاد في داعي يتخرج. تمام. طبعاً هل الشهادة مو مهمة؟ لا، الشهادة كثير مهمة. الشهادة بتعطيك مصداقية، بتفتح لك كثير أبواب، بتعطيك بعد قانوني، فيك تفتح مشروعك الخاص. بس برجع بقول الشهادة دون خبرة شيء مفرغ من المحتوى. طبعاً إذا رحنا لكل الاختصاصات، كثير ناخذ طبعا معظم الاختصاصات السنوات الاخيره فيها رابعه او خامسه، حتى بالمعاهد، المعاهد طبعا كله اختصاص. اذا اخذنا المعاهد بتلاقي بالمعهد كل فصل عندهم مشروع تخرج، فرضا طلاب المعلوماتيه، طلاب اي معلوماتيه سواء معاهد او جامعات، انتوا اللي تخرجتوا، انتوا سويتوا اكثر من موقع واكثر من برنامج. طب وين هدول البرامج؟ اي حدا بيفوت على مقابله عمل اول شيء بيسالك يا مو قديش معدلك بالجامعه، حتى مو متخرج جامعه ولا لا، اليوم بيسألك عطيني بروجكت كامل، مشروع متكامل، عطيني موقع انت صممته. انت مو بتصمم مواقع، عطيني موقع صممته. انت بالجامعة صممت مواقع، بس للأسف صممتها مشان تاخذ العلامة. لا تصممها مشان تاخذ العلامة، صممها كرمال تكون هي جزء من بروفايلك، هي تسوقك صح. كثير مثلا ناخذ فرضا بكلية طب الأسنان، ما بيتخرج طالب طب الأسنان الا للسنة الرابعة والخامسة، هي السنوات السريرية، فبده يكون عنده مرضى ويشتغل لهم حالات. طب لا تشتغل الحالة مشان تسلمها وبس. طبعا حيقول لي طالب عجقة ونحن بنستنى، ايه اكيد، بس حاول حالتك توثقها قبل، توثقها بعد، تاخذ مريضك شوي دقيقة تصوره قبل وتصوره بعد. لما تفوت لعند الدكتور على المقابلة بيكون معك 6-7 حالات انت شاغلهم، واحيانا في حالات عم تنشغل من طلاب، حالات عظيمة. حتى بتلاقي دكاترة متخرج وصل له 5-6 سنين ما له موثق حالاته، ما له مسوق حاله صح، ما له مقدم حاله كخبره. هي كثير عم نشوفها تماما، انه انت ما عم لاقي فرصه عمل، مشان الله دوروا لي فرصه عمل، وانا دكتور عم بشتغل كاشير بمطعم. طبيعي انت ما عم تسوق حالك كدكتور. انا والله تخرجت جيولوجيا. طيب انت كجيولوجيا، بالجيولوجيا مثلا بيطلعوا معسكرات، بتروحوا رحل، يعني عندنا بالجامعه دمشق بيطلعوا رحل على ابار نفط، ففي ممكن طالب ياخذ معلومه معينه يتوظف براتب، وبراتب فلكي. الراتب الفلكي هذا تأمل له من خلال شغلتين. اول شغله هو ما راح قدم الماده او قدم قسم العملي لحتى يتخرج وياخذ علامته، بس راح ياخذ خبره حقيقيه. وحقيقه نجحت ولا رسبت هو موضوع مختلف تماما. طبعا غالبا بس تتعلم لتتعلم بتلاقي حالك النجاح صار تحصيل حاصل وشغله كثير سهله. بس كثير طلاب بيقول لك علامتي انا كثير، وحتى بنشوفها بالجامعات تلاقي علاماته متدنيه، بس هو فاهم كثير باختصاصه، بيخلص بتلاقي عم يدرس الطلاب وعم يجيبوا علامات اعلى من اللي يدرسهم. طب كيف انتوا هذا اللي عم يصير؟ النقطه الاساسيه والمحوريه انه انا ما اشوف سنوات الجامعه فقط علامات، ما اروح اخذ الجامعه وبس. اهم شغله يعرفوها الناس انه اكثر مجتمع مع بعضه باختصاص معين هو طلاب الجامعه. أكثر مجتمع أطباء هو دفعتك بالطب، أكثر مجتمع هو بالهندسة هو دفعتك بالهندسة. طبعا إذا عددنا كل الاختصاصات حتى التربية، مثلا بالتربية طلاب التربية بينزلوا استاجات على المدارس وبيعملوا مثل بيقولوا صف نموذجي. طب يا أنسة صوري هذا الصف، وثقي هي العملية، اكتبي اللي ساويتي. أنا عم شارك الحلقة مع العالم فعم يبعثوا لي خبراتهم، فصبية من الصبايا بعثت لي مبارح انه استاذ انا حابب اشاركك خبرتي،
انه انا بالسنه الاولى اشتغلت على اشتغلت موادون بالجامعه التربيه معلم صف تربيه خاصه، فعملت حلقه بحث عن الغضب، حلقه بحث عن سلوكيات الاطفال. قال السنه الاولى انا ما صار عندي ظرف فرسبت، ففضيت بالسنه الثانيه، فبلشت اتجه اللي ساويتهم بالجامعه ساويهم اكثر، وعملت دوره بسيطه يعني عملت دوره مونتيسوري تمام، ففورا المدارس صاروا مثل ما بيقولوا يتلقفوها وتدرس عندهم واعلى. وهلا طبعا عم تكمل جامعه. للاسف نحن عندنا المشكله انه صايرين عكس عكاس، انه يا اكاديمي يا عملي. مين قال انه العملي وقمه العملي مو موجود بالاكاديمي؟ وانجح المدربين بسوق العمل، انجح المدربين بالدورات، انا موجود بسوق الدورات، انجح المدربين على الاطلاق هن الاساتذه جامعيين بس عندهم خبره عمليه تمام. فالفكره انه ما تكون القصه خناقه بين التنتين، تكون هي هون وهون. تمام استاذ، يعني من خلال حديثك بنعرف انه الجانب العملي شيء كثير ضروري اليوم لطلاب الجامعات طبعا، ولكن عم نشوف لحد هي اللحظه الاهمال عم بيكون موجود تحت حجه انه انا هذا الشيء شو رح يفيدني بسوق العمل. طيب اليوم سوق العمل اذا دخلنا اكثر بالموضوع بيطلبوا اي شركه او مؤسسه بتقول لك انا بدي خبره، وهي الخبره لمده كم سنه. طيب الطالب اليوم لما يتخرج من الجامعه بيعاني كثير من هي القصه، انا كيف بدي كون خبره لحالي؟ حقيقة السنوات الأخيرة أو سنوات الدراسة الجامعية هن سنوات خبرة. برجع بقول إذا كنت مقضيهن بحيث إنك أنت شو تساوي؟ تاخذ خبرة فيهن. تاخذ طلاب الإعلام، طالب الإعلام ما بيتخرج إلا ليكون عنده تقرير واثنين وثلاثة وينزل يعمل تغطية ويعمل تقرير صحفي وأحياناً يعمل دوبلاج. طب بتسألي متى ما تخرج؟ وين هذا البروفايل تبعك؟ وين هدول؟ والله أنا ساويته للجامعة ما احتفظت فيهن. ليه ما احتفظت فيهن؟ هدول خبرة. كثير مهم اليوم بسوق العمل مشان يعرفوا الناس، كثير مهم انا اسوق ذاتي. مثال كثير بسيط، انت متى ما فقت طبعا كثير الطالب خاصه طلاب السنه الاولى في مؤشر كثير حلو ينتقدون الناس لحتى صار مثل ما عيب، انه اول ما بتفوت على الجامعه الله يرضى عليك ما تحط انه انا المهندس فلان، مو اول ما طلع لك طب تحطي دكتور فلان، طولي بالك بس شوي. لا، متى ما حطيت لازم تكملها. شو يعني؟ انت اليوم عم تدرسي كيمياء، صوري حالك بالمخابر، صوري بالكيمياء عم يدرسوكي كل الصوابين وكل الكريمات وكل القصص الموجودة، وجاهزة انت تفوتي سوق عمل وجاهزة تفتحي مشروع كامل. هذاك اليوم عم بتفاجأ مثلا شباب بمعهد معهد صناعات كيميائية عنا انه منتجاتهم حقيقة مخيفة، كل شيء منتجات كيميائية بيتعلموها وبيصنعوها وجاهزين يفتحوا مشاريع وبيفتحوا بازارات، وعن جد عم يفتحوا بازارات. طيب الفكرة وين؟ انت بقلب الجامعة بلش سوق حالك، بروفايل صورتك على الفيس شو هي؟ تمام؟ فلازم تكون صورتك على الفيس تعبر عن اختصاصك، واحد. اثنين، انت لازم تبلش هذا المجتمع تبع الجامعه هن معظمهم رفقاتك، فمعظمهم فيك تفتح بكره مشروع معهم، هن اما احسن منك فهن صاروا موردين، او هن اقل منك فهن صاروا موظفين عندك بمشروعك، او هن منافسين او عملاء محتملين، يعني هن كرفقاتك. طبعا هذا الكلام باي اختصاص، اذا اخذنا مثلا الهندسه المدنيه وهندسه العماره. انت كطالب طيب عندك الافان وعندك المتر وعندك عم تساوي بوستر وعم تساوي ماكيت وعم تشتغل شغل مرتب، هذا الشغل متى ما خلص وين عم يروح؟ للاسف بخلص نقاش الطالب وبيزته. هذا خبره يا جماعه، هذا كثير مهم. صور حالك بهي النقاش وانشره على الفيس، هذا شيء حيسوق لك، هذا حيعطيك فرص عمل كثير كبيره، واحد. اثنين، هذا فيك تحكي عنه خبره حتى اذا طلعت لبرا. طبعا الشباب اللي طلعوا لبرا بيعرفوا خصوصي بموضوع كثير مشهور، موضوع الطب، انه انت بالطب برا بتضل سنوات لحتى يفوتوك بس على غرفه العمليات. انت هون بالسنوات التخصص الاولى بالجراحه بتفوت وبتعمل عمليات جراحه. صحيح. فاذا كنت موثق هذا الموضوع بتقرير من المشفى، موثقه بصور، موثقه بكذا، تطلع لهنيك مباشره تشتغل، ومو بس تشتغل يعني هن بدهم اياك وقاتلين حالهم عليك، انت عندك خبره. كيف بيعرفوا انه عندك خبره؟ اول وحده بالتصوير، اثنين بالتوثيق، ثلاثة يعني بصراحة بتسويق الذات. فاستخدموا كل شيء مهني عندكم، كل شيء عملي حتى تسوقوا ذاتكم. المعارض اللي بتصير، كلية الهمك كل سنة بتساوي معرض حقيقة خرافي، بتفوتي بتلاقي شيء عظيم جدا 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 يعني كعتاد، شيء مرتب كثير وشغلات كثير فيها فكر، بس للأسف كثير طلاب يشتغل ليعرض المعرض وياخذ العلامة
والسلام عليكم. تماما. ليش هيك؟ مين هيك قال؟ في كتير طلاب اليوم استاذ عم ينظروا لجانب العملي لأي اختصاص جامعي على انه هو مجرد مادة ومعدل. هون نعم. شو السبب وعلى مين الحق بهي القصة؟ وكيف ممكن انه نحن هون نصوب الخطأ على مين؟ يعني هي ممكن تكون عن جد جريمة، يعني انه انا عندي مواهب وعندي نعم. شيء ممكن استثمره بس ما حدا عم يساعدني فيه وما حدا عم يقلي انه انت لازم تركز على الجانب العملي. الخطأ ما فينا نقول لواحد، الخطأ مشترك. أول شغلة هو الثيم العام، فكرة أكاديمي وعملي. مين قال أنه أصلاً يعني الجامعات، تعالوا نرجع لأصل الجامعات كيف تشكلت؟ أصلاً واحد مثل ما بيقولوا كان خبير بسوق العمل وهو شكل هذا المنهاج، فالجامعات تشكلت من سوق العمل، فالاثنين هم من واحد عملياً. هلأ المشكلة الكبرى ببعض الدكاترة ممكن يكون بالنسبة له النظري غير العملي أخي، وبكرة بسوق العمل غير. مين قال لك يا دكتور؟ لا، انت اليوم عم تدرب سوق العمل وانت اساس سوق العمل. واكثر من هيك، مثلا ناخذ مثلا بالميكانيك، الميكانيك العام بالسوق بيطول مثل ما بيقولوا الشغيل بده 10-15 سنه ليعلموه يشتغل مسنن وحسابات مسنن. طالب السنوات الاولى بيحسب مسنن وبيعلموه شلون المسنن، تمام؟ فهي المعلومه حقها كثير غالي بسوق العمل وحقها كثير مصاري. انت كدكتور انت المعلومه الاكاديميه حقها كثير غالي، بس للاسف في مين درس وما نزل على سوق العمل، درس ونجح بالدراسة وجاب معدل وجاب معدل المعدل، درس فضل أكاديمي فما عنده هي الخبرة العملية. طيب ممكن أستاذ يكون الحق على الدكتور إنه هو قصة بخل بمعلوماته، ما بدي أنا أعطي خبرتي. حقيقة بالعكس، حقيقة بالعكس، أكثر ناس سخيين بالمعلومة هن دكاترة الجامعة، وأبخل ناس بالمعلومة هن أهل سوق العمل، لأنه آسف بيعرفوا حق المعلومة. تمام. يعرفوا حق المعلومة. ممكن معلومة بسيطة، يعني هداك اليوم حضرب مثال، كنا قاعدين فأنا صبية ورجتني مطلوب منها حلقة بحث عن وطالبة افتراضية سنة تانية، مطلوب منها بحث خطة تسويقية متكاملة، تمام، باستخدام سوات وبيستول على أنه إطلاق منتج. أنا كنت قبل بساعتين قاعد مع حدا أخذ نفس البحث بس لسوق عمل، يعني لمنتج حقيقي، تمام، نفس الطلب تماما، أخذ حقه 4 مليون ليرة، نفس الورقات نفس الترتيب، بس الطالب شو عم يشوفها؟ علامة، ما عم يشوفها خبرة سوق عمل. فإيه في حق على الدكتور بس مو الحق الكامل على الدكتور. تمام. في حق على سوق العمل وفي حق على ناس ساووا التدريب تجارة فحاولوا يشقوا القصة أكثر مشان هو يستفاد ويقول لطالب الأكاديمي تعال أنا بعطيك الخبرة العملية. لا، القصة متكاملة بصراحة، والحق على الكل، حق الطالب وذهنيته والحق الدكتور والحق لسوق العمل. تمام. أستاذ سليم، خلينا نحكي عن موضوع كتير شائع. عم نسمع أن نسبة كتير من الطلاب الجامعات خلال دراستهم بالسنوات الأولى أو الثانية بلجأوا للشغل. نعم. يعني بتلاقي منهم بيقولوا لك أنه لا أنا بدي ركز على دراستي وعلى المعدل، وبنفس الوقت الأشخاص الثانية عم تشتغل ربما نعم. باختصاصها أو ربما بغير، ربما تدريب أو تطوع. برأيك هل هذا الشيء صحيح اليوم الواحد يشتغل ضمن المرحلة الدراسية؟ 100% صحيح. ولا أنصح حدا ولو كان قد ما كان مرتاح ماديا ما يشتغل بسوق العمل، سواء باختصاصه أو مو باختصاصه. مهمة للخبرة هي الشغلة؟ طبعا. مو مهمة للخبرة، هي اللي بتصنع الخبرة. تمام. لأنه أول شيء بسوق العمل في مهارة التواصل، في مهارة المدير والإدارة، أتعامل أنا مع زملائي سواء كان باختصاصي أو لا، فكل شيء هي مهارات كسوفت سكيلز، كمهارات ناعمة نحن بنسميها. هي المهارات هي شيء أساسي بصناعة الخبرة. هلأ الأفضل بسنوات الأخيرة اللي هن الاختصاص الرابعة والخامسة يحاول يشتغل باختصاصه، بس ما بيوصل ليشتغل باختصاصه إلا إذا كان شاغل بالسنوات الأولى شغلات عامة. يعني دكتور معدله رهيب بس حيفوت وكتير بيفهم، وهذا كتير شائع، بتلاقي دكتور مثل بنقول نحن خاتمة كطب بس تواصليا سيء جدا بشرح الحالة، المريض آسف ما حيكمل عنده لأنه ما عرف يشرح صح. والعكس بالعكس، بتلاقي دكتور معدله متواضع بس قادر تواصله جيد، وكان عم يشتغل بالسنة الأولى كاشير بمطعم فتعلم الأخذ والعطاء مثل ما بنقول، تعلم البيع والشراء، تعلم التسويق، تعلم شوية إدارة، تعلم شوية إدارة مهارات مالية، فبيبلش يقدر يدير مشروعه. فأنصح كل طالب ينزل على سوق العمل بوقته الفاضي وما في خناقة بيناتهم، وأكثر من هيك طول بالك حتنجح
ولو ما كملت يعني في بهيك معلومة صادمة انه الجامعة لو ما كان كل سنة بسنتة عادي الله وكيلك ما حتفرق معك بسوق العمل. استاذ اهم النصائح اليوم معلش باخر دقيقة من وقتنا لكل الشباب الاكاديمي اليوم، كيف ممكن يسوقوا لنفسهم بطريقة صحيحة ويثبتوا قدراتهم ومؤهلاتهم بسوق العمل؟ جميل جميل جدا هذا السؤال، شكرا كثير. اول وحدة صور قد ما فيك بالجامعة واحد، واثنين انشر قد ما فيك، ثلاثة المعلومة الأكاديمية انشرها بطريقة علمية لتقدم حالك لسوق العمل، لسوق العمل كحدا ليدر كحدا فاهم القصة، تمام؟ كتير مهم بسوق العمل طالبين ناس فهمانين. أربعة اشتغل شو ما كان سواء باختصاصك أو مو باختصاصك لحتى تقدر تفهم السوق، تعرف الأخذ والعطاء والتواصل. خمسة وكتير مهم بروفايلك اللي عم تساوي، كل شيء عم تساوي بالجامعة صمده واشتغله، ما تشتغله للجامعة، اشتغله لإلك، اشتغله وخزنه لحتى تبني بروفايل، تبني سي في، ما يكون بالسي في فقط انا بالجامعه انا تخرجت سطر واحد انا معي شهاده جامعيه وكل سنه بسنته وفرحان بحالك، لا انت فيك تحط 7-8 اسطر. كثير مهم موضوع التطوع اللي ذكرتيه حضرتك، موضوع التطوع خطير جدا. كثير مهم بالجامعه تفتح شبكه علاقات كبيره، صحيح. هي شبكه العلاقات بتامن لك تسويق ذات وبتامن لك فرص وبتامن لك خبره وبتامن لك كل شيء. وحقيقة ما أفضل مجتمع بأي اختصاص موجود بالجامعات وليس بسوق العمل. أكبر تجمع لأي اختصاص بالدنيا قد ما كان حضرتك عم تشتغلي مذيعة، قديش كادر العمل هون؟ كادر العمل قد ما كبر بأي قناة هو أصغر من أصغر دفعة جامعة، وكلنا هدينك مهتمين. فبالجامعة عم يحكوا عن الدورات، عم يحكوا عن الخبرات، عم يحكوا عن فرص عمل، عم يحكوا عن الشركات المهتمة بهي المهارة. مهما كان اختصاصك دفعتك هي خليني أقول مركز انطلاقك، مركز انطلاقك لتسوق ذاتك، مركز انطلاقك لتبني خبرتك، لتبني سيفيتك الأولى. فمشاريعك بالجامعة ما تشتغلها بس لتقدمها للجامعة وبس وتاخد علامة، لا، قدمها ووثقها وصورها واشتغل عليها وانهيها حتى لو خلصت. يعني في كتير طلاب بينهي مشروعه، أنا ساويت روبوت والروبوت كان بده شوية رتوش، وقت اللجنة عك الروبوت، خلص أنا كرهته وكبيته، لا، جيبه وكمله وانهيه وصوره صح وسوقه صح. ما تنهي، النهاية ليست الشهادة يا جماعة، النهاية ليست انك تاخد علامة، النهاية انك تنزل على سوق العمل وتفرض حالك وتحط خبرتك بهذا الموضوع. أكيد. هيك ان شاء الله بتكون عم تسوق ذاتك وتكتسب اكاديمية وتكتسب خبرة عملية. اكيد ان شاء الله، يعني معلومات كتير مهمة، ونتمنى اكيد كل الصبايا والشباب يلي تابعونا يبلشوا يشتغلوا على حالهم اكتر ويسوقوا حالهم بشكل كتير صحيح لحتى يصير عندهم خبرة ويحصلوا على الوظيفة يلي بيتمنوها. استاذ سليم نورت وجودك، تحياتي. شكرا كثير، اهلا وسهلا استاذ سليم، وشكرا لك اكيد. اما هلا وصلنا للختام مشاهدينا، وصار لازم نقلكم انه كونوا بخير منهم ليوم السبت، وتابعونا بكرة بالبيست أوفر لجميع حلقات الأسبوع يلي مريتها. ودائما أكيد بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو وخالي من الأغبياء أهم شيء، ومليان بالصحة والرضا، وبقية نهار حلو إلك. بقية نهار حلو إلك يا عفاف، أكيد بدي أشكرك وشكرا لكل حدا تابعنا بصباحنا غير لليوم، وأكيد بدنا نشكر المخرج الأستاذ حسين والمعدة هزار، وأكيد المصورين وكل يلي تابعونا. لا تنسوا بكرة تحضرونا بنفس التوقيت، ومن هلا لبكرة تبقوا بخير.